يعني بعد عندنا 20، هاي صار 43، راح نبلش حتى اللي يجي حتى نضيفه ان شاء الله. خلي اعرض المحاضرة سجلها استاذ، بس سجلها. ان شاء الله. هو الفيديوهات ان شاء الله كلها نرجع هسه طلعت الجداول قدامكم؟ اي نعم، طلع؟ طلعت الجداول هاي نراد نديرها. هاي الجداول الاحتراق شوي خليته بالعرض حتى تشوفون هاي الجداول الاحتراق اللي راح نعتمد عليها. يعني بالسؤال ينطيك درجة الحرارة، شوف هنا عندنا بالبداية تي، تبدأ من هذا الجدول الأول، تبدأ من الصفر درجات الحرارة وتصعد 220 230 240 وهكذا. شوف فوق ايش عندنا، بس العمود بالاعلى سي او 2. وانا اقول لك اريد الانثالبي، الهيت اوف فورميشن او الانثالبي مال سي او 2 موجوده بالاعلى، هاي الرئيسيه ماينس 3 9 3 5 2 0، هاي فارزه مو بوينت، هاي فارزه بالاعلى. الانثالبي الهيت اوف فورميشن او الاتش اف مال سي او، يعني بالمعادلات راح تجينا ينتجنا سي او سي او 2، هي قيمتها ماينس 1 1 0 5 3 0. بالنسبه لاتش 2 او ماينس 2 4 1 8 2 0، الاكسجين صفر والنيتروجين صفر. فعندك مثلا اعطيك درجه حراره، اعطيك درجه حراره اقول لك الرئيسيه راح تاخذ لي هاي بالاعلى. وعندك دلتا اتش، لان هو القانون هسه من نرجع على السؤال راح يقول لك اج ناقصا دلتا اج. الدلتا اج شو تمثل؟ راح اعطيك درجتين حراره، حراره الخروج بعد الاحتراق وحراره الدخول. حراره الخروج دائما تكون بالجلفن، يعني انطيها بالجلفن، اذا ما انطيتها بالجلفن تحولها على الجلفن، انطيها بالسليزي تجمع 273 مع درجه حراره سليزي. فتاخذ اول مره حراره الخروج مثلا على السي او 2 مثلا حراره منطيها 390 مثلا، هاي 390. ناخذ الاجمال سي او 2 اللي هي اول جدول اللي هي هذه 12960، هاي بالنسبه المحترقه. نجي ناخذ درجه حراره اخرى عند درجه حراره الدخول اللي هي مثلا 25 سليزي، اجمعها مع ال 273 يصير 298، ارجع على ال 298 اطلع هم الانثالبي ما سي او 2، فراح تصير درجتين انثالبي. اطرح وحده من الاخ اللي هي دلتا اتش واطرحها من الرئيسيه اللي هي بالاعلى. استاذ، هذا درجة الحرارة بالكلفن درجه الحراره هذه بالجلفن، استاذ. هاي بالجلفن، يعني اذا بالامتحان اعطيتك سليزي كلها تحولها على الجلفن. بس انت ما راح توضح عندك الا اشرح لك السؤال، بس بدي اوضح لك شلون نطلع القيم. يعني شوف انت عندك شو عندك بالسؤال؟ اج ماينس، اذا نرجع على القانون، اذا رجعنا هسه اذا دقيقه في محاضره الوقود والاحتراق، اذا نرجع على القانون مال الاحتراق، اذا رجعنا ايش قايل لك؟ شوف هنا اج اف زائدا دلتا اج مثلا للاتش 2 او. الاج اف شو تمثل هذه الاج اف؟ قلت لك تمثل اللي هي الرئيسيه اللي هي بالاعلى،
مثلا مال اتش 2 او، نجي على اتش 2 او، فالاتش اف تمثل ايه هذه القيمه، اخذها خليها مكان الاتش اف اللي هي هذه تمثل هذه الاتش اف، زائدا دلتا اتش، الدلتا اتش راح تاخذ 2 انثالبي، انثالبي عند درجه حراره الخروج مثلا خلينا نقول 400، 400 راح اسقطها اطلع منها هاي الاتش، شوف وين الاتش، هاي الاتش عد ال 400 13356 ماينس مثلا اعطيتك درجه حراره ما الدخول راح تكون اقل مثلا 290، على 290 اطلع هاي الاتش الاخرى، اطرح واحده من الاخت تطلع لنا الدلتا اتش اللي هي هذا القانون دلتا اتش. ما عندي هذا الدلتا اتش في قيمه واحده؟ ها؟ دلتا اتش شلون؟ صوتك مو واضح. دلتا اتش دلتا اتش هاي كلها نشتغل على الاتش تو او الاتش اف تطلع قيمه واحده راح تطلع لك قيمتين، تطرح واحده من الاخرى تطلع لك اتش واحده وترجع تجمعها مع الاتش الرئيسيه. لا اقصد الاتش اف، الاتش اف هي قيمه واحده؟ لا مو شوف هسه اذا اطلع على السؤال، شوف اذا اطلع مثلا على السؤال، السؤال راح يعطيك درجتين حراره، شوف مثلا هنا شوف the mixture then complete and the produce leave the engine at 890 جلدن، هاي درجه حراره الخروج، وبالبدايه يقول لك درجه حراره شوف the mixture enter at 25 درجه سيليزيا، فدرجتين حراره راح يعطيك بالسؤال، الدرجة الحرارة الثانية تطلع الاج، ترجع هاي الدرجة الحرارة الأخرى هم تطلع اج عند الاج 2 او مثلا، راح تطرح واحدة من الأخرى وتجمعها مع الاج الرئيسية اللي هي تكون بالأعلى، يعني هذه هاي درجتين حرارة راح تطلع اثنين انثالبي، وهنا ايش مكتوب هنا؟ دلتا اج، شوف مثلا اج اف زائدا دلتا اج، الاج اف هاي الرئيسية نطلع على الحقل الفوق ما سي او 2 موجود الهيت انفورميشن اتش اف ناخذها نخليها هنا مكان هاي الاتش اف زائدا دلتا اتش، الدلتا اتش درجتين حراره عندك، عند كل درجه حراره تطلع الاتش بس ما سي او 2 وتطرح واحده من الاخرى هاي طلعت لقيمتك الدلتا اتش تجمع مع الاتش اف صارت كلها قيمه واحده وتضربها مع العدد التاكسدي مالتها، هاي بالنسبه للسي او 2 تنتقل على الاتش 2 او نفس الحاله، تنتقل على الان 2 شوف الان 2 صفر ماخذها الاتش سي وشوف البيها صفر نهملها البيها قيمه نخليها، فهسه من نجي راح نحل سؤال راح تبين عندك هذه يعني الاتش اف مال كل الاسئله مثلا هذه الاتش اف هاي الاتش اف هي الرئيسيه اللي هي تبين هنا شوف اطلع على الجدول مثلا مال سي او 2 هذه السي او 2 الاتش اف مالته يعني هاي موجوده ثابته لكل الاسئله هاي ثابته للسي او 2 فقط السي او هاي قيمته ال H2O هاي قيمته الاكسجين شوف صفر والنيتروجين صفر هذه ال HF ثابته بالبدايه زائد دلتا H الدلتا H راح تنزل لي جوا الدلتا H راح تنزل لي جوا عندك درجتين حراره انطيتك واحده 890 جلفن فاجي وين على 890 جلفن اجي هنا شوف 890 ويني هاي 890 نعطيها بالسؤال اجي على السي او 2 الاج اول حقل اول حقل راح اطلع عد 890 هي 36876 اقول هاي اج الاولى من الدلتا اج الدرجة حرارة الثانية 25 عند الدخول ما اخذها بالسليزي لان هاي بالجلفن اجمعها مع ال 273 تطلع 298 ارجع على ال 298 اللي هي هذه اخذ الاج اللي هي 9364 اطرح ال 36000 من ال 9300 راح تطلع هاي الدلتا اج تطلع قيمه ارجع اجمعها مع الاج الرئيسيه اللي بالبدايه هاي الاج فصارت هاي كلها مال سي او 2 ارجع نفس الحاله للسي او والاتش 2 او واضح صارت؟ واضح واضح هسه من نجي على السؤال راح يبين عندك بعد اوضح هاي الجداول كلها درجات الحراره وبالاخير عندك الجدول الاخر اللي هو ايه هذا؟ هذا الجدول مع المركبات اللي تتفاعل بروبان بيوتان هذه هم بها اج ثابته شوف ايه هذا الحقل ايه هذا؟ ايه هذا الحقل الثاني يمثل الانثالبي مع المواد المحترقه هذا بس يطبق على بالبدايه مثلا سي 2 اتش 4 نجي نطلع من هنا سي
خلي ادير هذا حتى شوف. هسه مثلا عندنا اوكتان، الاوكتان قيمه هاي اول واحد ملكي ويت الوزن الجزيئي، لا احنا نجي على الهيت اوف فورميشن، انثالبي اوف فورميشن اللي هو هذا الحقل، هذا الحقل الثاني مثلا الميثان اجي اخذه قوى مباشر، الاوكتان اخذه مباشر وهكذا. شوف الكربون صفر، الهيدروجين صفر، النيتروجين صفر، اما المركبات الميثان ايثان لها قيمه ناخذها. فهسه احنا راح نروح على السؤال ونجي نطبق الجداول. اذا جينا على السؤال شوف هيك يجيك السؤال، ان انترنال كومبستشن انجن، محركات الاحتراق الداخلي operating تعمل at the steady state حالة ثابتة with mass flow rate ال n dot mass flow rate 1.8 في 10 سالب 3 of liquid octane and is mixed with the theoretical amount of air. The mixture enter at شوف هنا تبدأ The mixture المزيج انتر يدخل بدرجة حرارة 25 ديجري سنتيجريد and one atmosphere. هذه درجة الحرارة ما دام بالسليز تحولها على الجلفن تجمعها مع ال 273، هاي درجة حرارة الدخول. هاي راح تطلع الإج مو هي دلتا إج، تطلع الإج الثانية عند ال 25 سليزي. The mixture burn يحترق complete and the product tentage leaves the engine، يعني حرارة الخروج مال المحرك قادة 890 جلفن. فصار عندك درجة حرارة، هاي درجة حرارة راح تطلع الاج، هاي دلتا اج، دلتا اج هي اتش 2 ماينس اتش 1، اتش 2 عند ال 890 والاتش 1 عند ال 25، تطرحها واحدة من الأخرى تجمعها مع الاج الرئيسية. The engine develops a power output of 37 كيلو وات، هذه الورك. Determine the rate of heat، يعني يريد الكيو in كيلو وات. فانت اول شيء خطوات الحل تكتب المعادله احتراق تام، يعني كلها مكتفيه بالاكسجين. يعني شوف هنا الاوكتان هو C8H18 زائدا الاكسجين، قلنا الهواء عباره عن اكسجين زائدا 3.76 من النيتروجين، راح ينتج احتراق تام، ينتج CO2 H2O N2. كتبنا المعادلة هذه، دائما النواتج ثابتة CO2 H2O زائد النيتروجين، شلون راح نوازن هاي المعادلة؟ هنا الكربون 8 هنا 1 فراح نضربه في 8، هنا الهيدروجين 18 هنا 2 حتى تصير 18 متوازنة نضربه في 9، فصار عندنا سنجي نوازن الأكسجين، هنا 2 في 8 16 هنا 1 في 9 9 9 و16 25، احنا عندنا ذرتين اكسجين فحتى تصير 25 نضربها ب 12.5، هاي ال 12.5 نفسها مضروبه بالقيمه مال النيتروجين، يعني 12.5 في 3.676 راح يطلع النيتروجين 47. فنكتب بالبدايه المعادله كاحتراق تام ونوازنها، هاي بدايه الحل. الخطوه الثانيه من الحل كتابه القانون، شوف كاتب لك كتابه المعادله، اثنين القانون، القانون هو كيو تساوي لنا ال W اللي منطينا هو 37 زائدا ال NF اللي هي نسميها قانونها هو ال M dot على المولكيولر ويت الوزن الجزيئي، بين قوسين HP الانثالبي مال برودكت النواتج ناقصا الانثالبي مال رياكشن. فنجي ناخذ وحده وحده، نجي هنا ال Q تنزل، ال W ثابت، ال N F تنزل، نجي ال HP ايش عندنا نواتج؟ هي CO2، اجي اقول ال HP ما CO2 هو 8 العدد التاكسدي في ال HF الرئيسيه زائدا دلتا H، هاي ال CO2 زائدا عندنا ال H2O هم نفس الحاله العدد التاكسدي 9، ال HF الرئيسيه زائدا دلتا H مال H2O زائدا النيتروجين 47 عدد التاكسدي هاي يمها، ال HF صفر مع النيتروجين الرئيسي، هسه من راح نروح على الجداول راح نشوفه صفر، زائدا دلتا H للنيتروجين، هنا اكو قيم، بس هنا ال H مالته صفر. هاي كل النواتج، ثلاث نواتج عندنا CO2 H2O N2 ناقص
الاتش ار مال متفاعلات اللي هو عندنا الاتش اف مال سي 8 اتش 18 موجود بس الدلتا اتش صفر، زائدا عندنا اكسجين ونيتروجين، الاكسجين والنيتروجين اثنينهم صفر فتتصفر هاي القيمه كلها صفر، زائدا النيتروجين هم صفر فهم تتصفر، فراح يصير عندك هذا معلوم هذا معلوم، النيتروجين هنا دلتا اتش معلوم وهنا فقط الاتش اف مال السي 8 اتش 18. كتبنا شكليه المعادله، هسه نجي نطلع الان اف وبعدين نطلع الانتالبيا. الخطوه الثالثه نطلع الان اف يساوي الام دوت، منطيها بدايه السؤال اللي هي 1.8 في 10 سالب 3 نكتبه على الوزن الجزيئي للمركب، على الوزن الجزيئي للسي 18 اتش سي 8 اتش 18. فالان دوت هي 1.8 في 10 سالب 3 على، شوف كيف اطلع لك القيمه، الوزن الجزيئي الكربون 12 في 8 زائدا 18 في 1 تطلع 114، نقسم هاي على هاي راح يطلع لك قيمه الان 1.58 في 10 سالب 5. طلعنا الاجب، هسه راح نجي نطلع، شوف ما دام النواه الاج ار مال المتفاعلات كلها صفر فاجي بس اخذ الاج اف مال الاجر هو نفس الاج اف مال سي 8 اج 18، هذا راح اجيبه من الجداول، اذا رحنا على الجداول شوف اجي ادور على الاوكتان، وين الاوكتان؟ شوف هذا الاوكتان، اوكتان طبعا هو عندنا لكويد وغاز، انا دائما اخذ مال غاز لكويد وغاز، شوف اخذ مال غازات، هذا الاوكتان سي 8 اج 18، شوف هنا مكتوب غاز ومكتوب لكويد، انا اخذ مال غاز اللي هو هذا الانثالبي اسقطها مع الاوكتان تطلع ماينس 249910، نجي نشوف ماينس 249910، هاي اقول من جداول الاحتراق الاتش اف اللي هي بس عندنا اتش اف هنا، شوف لان دلتا اتش صفر الاتش اف والدلتا اتش مال اكسجين صفر هذا كله يروح والنيتروجين صفر، بس يبقى الاتش اف مال اوكتان للغاز راح نجيبه هو ماينس 249910 كيلو جول لكل مول. هاي وجدنا البعد الماينس اللي هو بس اللي يعني استاذ ال 114.22 هم من الجدول استاذ، هذه الوزن الجزئي تقدر تجيبه من الجدول، يعني هسه اذا رجعنا على الجدول هم من الجدول ايه هذا الوزن الجزئي، اجي على اوكتان شوف 114.22، اخاف يعني لو كانت واحد ينسى تقدر انت تطلعها مباشر حتى اذا ما يطلع لك بوينت، يعني 6 في 18 12 الكربون في 8 زائد 18 في 1 وتجمعها حتى اذا طلع لك 114 اوكي، بس اذا تاخذها من الجدول بعد احسن، يعني الجدول راح تاخذ من عنده الوزن الجزيئي مال اوكتان اللي هو 114.22 والام دوت منطيها بالسؤال قسمها راح تطلع الان اف، هسه طلعت الان اف طلعت الاج ار لان هذني الباقي كلها صفاره بس الاج اف، خلصت نص السؤال تجي على الاش بي مال المتفاعلات، شوف لحظه ايه بس الدلتا اج ايش صار الصفر يا الدلتا اج، هسه نروح على الجداول، هسه نروح على الجداول، نجي على الجداول احنا عندنا الاج اف مال الاحتراق بس عندنا الانثالبي الرئيسيه مال اوكتان، بس عندنا الثالبي الرئيسيه قصدك مال الاكسجين مو صدي اول وحده ايش صار الصفر ايوه هذه مو ما هاي ما عندنا درجات حراره بال، شوف عندنا جدول واحد اللي هو هذا ما بي اجات اثنين دلتا اج ما بيها بس اج الرئيسيه دلتا اج ما بيها يعني هي خطوه واحده بس يعني اذا نفصلها اذا فصلناها السي والهيدروجين السي صفر والهيدروجين صفر فدلتا اتش صفر يعني ما عندنا بس عندنا الرئيسيه اللي هي ماينس 249910 الدلتا اتش مال اوكتان ما موجوده فناخذها صفر لان اذا فصلنا الكربون عن الهيدروجين هو الكربون صفر والهيدروجين صفر فدلتا اتش راح تكون عندنا صفر مال اوكتان نجي على الاكسجين الاكسجين الاج اف والدلتا اج راح يكون هم صفر شوف هاي نرجع على هاي الاكسجين شوف الاكسجين صفر صفر ما عندنا
النيتروجين صفر، فكلها تصفر، هاي المعادله كلها تصفر، يعني هنا الاتش اف صفر، دلتا اتش صفر، اتش اس صفر، دلتا اتش صفر للاكسجين والنيتروجين، والدلتا اتش للسي 8 اتش 18. يبقى بس الاتش اف اللي هي الرئيسيه من الجداول بالغاز اللي هي ماينس، وين اسقطها؟ على الاتش اف اللي هي هذه بالغازات، هذا الاوكتان ليكويد اخذنا مع غاز ليكويد، لا انا اخذها غازات، هذه اوكتان غاز، هذا الغاز ويني، او خلينا نشوف ايش قايل بالسؤال، ليكويد لو غاز، ليكويد ذاك اوبريشن ان ذا ليكويد، ها العفو ليكويد اوكتان صح، انتم تركزون، نوبات يقول غاز اوكتان، نوبات يقول ليكويد اوكتان، فما دام ليكويد فاجي على الليكويد، وين الليكويد؟ هاي اوكتان ليكويد، هاي الليكويد في هذا، اجي ماينس 2 4 9 9 1 0، لو قال غاز كان ماينس 2 0 8 4 5 0، فانتم دائما بالحل هاي راح تكون ثابت عندكم، يعني هذا حتى اذا ما كتبتوه بالامتحان اعتبره صفر، يعني انتم بس راح تكتبوا لي اتش اف مال اي مركب، سي 8 اتش 18، سي 2 اتش 6، اتش 4 اتش 10، كلها راح تكون صفر ما عدا الاتش اف الرئيسيه مالتها. فوجدنا الاتش ار، وجدنا الاتش اف، هسه نجي على الاتش بي. الاتش بي ايش راح يصير؟ راح يصير الاتش اف الرئيسيه زائد الدلتا اتش، شو راح نحسب مال كل وحده؟ الثمانيه تنزل، افتح قوس، اجي على السي السي او 2، ارجع على الجداول، ارجع على الجداول، خلينا ندير الهاي، نرجع على الجداول، شوف نجي على الجداول بالبدايه السي او 2 هاي ثابته، ايش قد السي او 2؟ ماينس 3 9 3 5 2 0، شوف نجي على السؤال، ماينس 3 9 3 5 2 0، هاي للاتش اف الرئيسيه اللي هي تمثل هذه، احنا مو قلنا اتش اف زائد دلتا اتش، هاي الاتش اف ناخذها الرئيسيه مال سي او 2 اخذناها زائد دلتا اتش، الدلتا اتش اول اتش ناخذها عند بعد الاحتراق اللي هي 890 كلفن، شوف كاتب لك فوق تي 890 كلفن، فاروح على 890 كلفن، اجي اقول وين 890؟ هاي 890 اول حقل هو يمثل، ما نجي بس على السي او 2، ما علينا هسه من السي او والاتش 2، لا بس السي او 2 عند 890 اول حقل 36876، 36876 هاي عند 890، ماينس الاج الثانيه عند درجه حراره 25 بس سيليزي، اجمعها مع 273 تطلع 298، فاروح على الجداول عد ال 298 هم بالسي او 2 298 اول اج ايش قد؟ 9364، 9364، فاطرح 36000 من 9000 تطلع قيمه، ارجع اجمعها مع الاج الرئيسيه واضربها في 8، هاي كلها تطلع لك قيمه واحده، زائدا ايش عندنا؟ ننتقل على H2O، H2O 9 مال الموازنه، في ال HF نروح على الجداول، ال HF مال H2O هي ماينس 2 4 1 8 2 0، اجي اشوفها نزلها، ماينس 2 4 1 8 2 0 زائد دلتا H، الاج الاولى راح اجيبها من 890 والاج الثانيه من ال 298، فاروح على الجداول عد ال 890، اروح على حقل الاتش 2 او، وين 890؟ هاي 890، الاتش 2 او وين صايره؟ هنا، فاخذ اول شيء 890 اسقطها، شوف الاج ايش قد عد الاتش 2 او؟ 31429، 31000، شوف 31429، هاي عد ال 890 ماينس عد ال 298، اروح اجيبها من الجدول، عد ال 298 اللي هي هذه، هاي 298، اجيب الاج مال الماء اللي هي 298 اللي هي هنا 9904، 9904، 9904، اطرح 31000 من ال 9000، ارجع اجمعها مع الرقم الرئيسي وارجع اضربها في 9،
هاي طلعت مال H2O. نجي بعد ايش عندنا؟ CO2 H2O. نجي على النيتروجين، شوف 47 في دلتا H اخذ، احنا ايش قلنا؟ ال HF الرئيسية صفر، ال HF الرئيسية مال اكسجين صفر لان موجودة بالجداول. نجي على الجداول مال نيتروجين، هسه مديور الجدول، الجدول الاخير. اذا جينا على النيتروجين هنا، النيتروجين ال HF الرئيسية صفر، نرجع بس نطلع الدلتا H اللي هي H عدل 890 وعدل 25. فنجي على الجداول، نجي على الجداول 890 890 ويني 890، نجي هاي 890، وين النيتروجين؟ هذا هاي النيتروجين اخر شيء، اخر شيء. شوف الاج الرئيسيه شلوني صفر، الاج الرئيسيه مال النيتروجين صفر، فلهذا صفرناه. الدلتا اج 890 ايش قد الاج؟ ويني هاي 890، الاج تقريبا 26568، 26568 ماينس الاج عدل 298، عدل 298، عدل 298، هاي 298 نطلع الاج عدل هاي مال نيتروجين 8669، 8669، شوف 8669. خلصنا هذه مال نيتروجين، خلصنا هاي لل CO2 H2O ونيتروجين كملناها. نطلع هذا رقم واحد، طلع عندنا ماينس 4069466. نجي نطبق العلاقة، ال W عندنا 37، ال NF وجدناها 1.58 × 10^5، ال HP هذا كله طلع لنا رقم هذا ماينس 4 ننزله، ماينس ال HR اللي هو ماينس 2 4 9 9 1 0، راح يطلع لك الكيو قيمته 23.3 كيلو وات. هذا بالنسبه للحل مال احتراق، مجرد بس تجيب من القوانين. يعني هو ثلاث خطوات، الخطوه الاولى تكتب المعادله كاحتراق تام، هذه تكتبها كاحتراق تام المعادله وتوازنها، يعني شو مع الهواء اكسجين زائد 3.76 نيتروجين وينتج CO2 H2O N2، ترجع توازن المعادله، هاي اول خطوه، هاي عليها درجه. ترجع تطبق القانون هم عليه درجه، الـ Q يساوي لنا W زائد NF HP ماينس HR، HP هي مال البروجكت، انثالبي هي مال النواتج، ناقص HR مال الرياكشن المتفاعلات. الخطوه الثالثه افصل القانون اكتبه، شوف الـ Q يساوي لنا W NF، اجي على الـ HP بالنسبه للنواتج هي CO2، اكتب 8 في الـ HF الرئيسيه مال CO2 زائد دلتا H اللي هي درجة الحرارة مال الخروج مال الدخول اللي هي 890 كلفن وال 25 سيليزي، راح اطلع قيمتين، وزائدا H2O هم خروج والنيتروجين خروج. ورا ما اكمل هذه اجي اطلع الـ NF، نوبات ينطيها بالامتحان، الـ NF ينطيها كقيمة وتطبقها، نوبات له هو يريده من عندك، ومرات يريد يقول لك احسب لي كيو على الـ NF، يعني بدلالة الكيو على الـ NF. السؤال اللي بعده نفس الحالة. فالان اف هي الام دوت موجوده بالسؤال على الوزن الجزيئي، هذا تجيبه من الجداول للاوكتان، اذا غير مركب تجيب مال غير مركب، اي مركب يعطيك تجيب الام الوزن الجزيئي، راح يطلع لك الان اف. تجي تطبق مال رياكشن، شوف الرياكشن دلتا اج مال الاوكتان صفر، مال اوكسجين اف اج اف ودلتا اج صفر، لان هذا الجدول، هذا الجدول الثاني ما رياكشن هو الجدول الاخير كلها صفاره ما عدا بس الانثالبي الرئيسيه اذا كان ليكويد او غاز تجيبه عند درجه حراره 890، هاي ورا ما تجيبه هاي عندنا درجه واحده. ترجع تطبق مال البروجكت، البروجكت تاخذ واحد واحد، اول مره مال سي او 2 الرئيسيه زائدا الاج الاولى عدل 890 ناقص الاج الثانيه عدل 25 بعد ما تجمعها مع ال 273، هاي بالنسبه للسي او 2. ترجع للووتر اتش 2 او نفس الحاله، وللنيتروجين تطلع لك قيمه واحده وتطبق العلاقه. طبعا سؤال ما بأي صعوبه، بس مجرد تجيب
تخليها من الجداول وتخليها، ماكو اي يعني مثلا ب فيكه او هاي السؤال او نقطه ما واضحه. هاي بالنسبه للسؤال الاول. شوف السؤال الثاني، السؤال الثاني نفسه يريد الكيو بدلاله الان اف. يعني هنا بس خلي اعطيك الفكره مال السؤال. ميثان غاز غادي قال اوكتان ليكويد. هنا شوف ميثان غاز، الميثان شنو هو؟ سي اتش 4. ميثان غاز ات 400 كلفن اند 1 اتموسفير انتر. شوف هاي انتر، شوف درجه حراره الدخول انطاها مباشره بالكلفن، هنا انطاها بالسليزي 25، هنا لا. شوف 400 درجه كلفن اند 1 اتموسفير انتر ذا كومبستشن تشامبر وير ات از ذا ميكسر وذ ذا اير انترينج ات 500 درجه كلفن اند 1 اتموسفير. The produce exit at 1800 Kelvin and 1 atmosphere determine the rate of heat معدل الحرارة. هنا ال NF ما دام ما انطى معلومات هو رايدها ال Q على ال NF. شوف هنا المعادلة انطاك هي بالسؤال، هنا ما قال لك اكتب المعادلة. هذا السؤال يعني ما راح اخليكم تقروه، لان انا اريد انا اجيب المعادله حتى انتم يعني انطي المركب انتم تكتبون المعادله. هنا هو منطي المعادله سي اتش 4 زائدا هذه هاي القيم، قال لك انت ابتدئ من هاي القيم وابدا حل. فهذا السؤال ما راح ادخله، راح اعطيك غير مركب وغير درجات حراره حتى انتم تحلوه وتبعثوا لي اياه على الكلاس على هذه واصلح عليه. يعني راح اعطيكم واجب هسه، هسه قبل ما انطي الواجب، من عنده السؤال حتى نقدر نعيده على السريع؟ من عنده السؤال؟ شكرا استاذ. درجة حرارة؟ ياهو هو بهذا السؤال اكزامبل الثاني. ايه اكزامبل الثاني هذا على الحالة الثانية. الحالة الثانية احنا ما اخذناها. واحنا عندنا حالتين بالاحتراق، عندنا حالتين. بوقتها شرحنا بس حالة أولى، الحالة الثانية جاب عليها مثال، هذا ما راح نتطرق له. ولهذا جبنا مثال عليه بس ما راح نتطرق له هذا. فانت عليك بس بالاول والثاني. شوف هذا حالة الثانيه، السؤال الثالث هم على الحاله الثانيه، فالحاله الثانيه السؤال الثاني والثالث ما داخل، فقط سؤال الاول. اكزامبل 1 فقط الداخل، اكزامبل 2 واكزامبل 3 ما داخل. فانا اريد سؤال على المثال الاول على الجداول الملاحظات حتى اعطيك سؤال على نفس الشكل مال السؤال الاول. من عنده سؤال على الجداول؟ استاذ ما عندي سؤال، بس ذكرت على مود الملازم الشيتات ايه؟ يعني حتى نعرف شو بدنا ناخذ. خوش قلت انا قلت راح تنزلهم، قلت راح تنزلهم من جديد الفيديو.